الآن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية برايت بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويقدم الصندوق لمصر بمقتضى هذا الاتفاق قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 من فبراير 2019. وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض تقرير الهيئة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 9 مارس 2020. وخلال اللقاء أشار عبد الوهاب إلى أهم الإجراءات المتخذة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس الوزراء هي المجموعة الوزارية للاستثمار، والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يتم التنسيق مع الوزراء المختصين والمسؤولين الحكوميين لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مستثمري القطاع الصناعي والزراعي، فضلاً عن التنسيق القائم بين الهيئة وكل من وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والطيران المدني. تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الجديد، ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة. واستمع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي للإجراءات الوقائية المتخذة من جانب هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، كما استمع أيضاً إلى شرح توضيحي للإجراءات المتخذة من جانب إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة التي قامت بدراسة إجراءات منظمة الصحة العالمية لمكافحة آثار فيروس كورونا على الإنسان والبيئة المحيطة به لتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس وإجراء التعقيم والتطهير للأفراد والأسطح والأماكن المفتوحة والمغلقة. أعلنت شركة الاتصالات السعودية أن أكثر من 3000 موظف وموظفة بدأوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره. وأوضح نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي في تصريح لوسائل إعلام سعودية أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد وحرصاً على سلامة الموظفين واستشعاراً لحاجاتهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد COVID-19 على مستوى العالم بلغ 152,428 حالة. وأضافت المنظمة وفقاً لشبكة CNN الأمريكية اليوم الأحد أن 5,393 شخصاً توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي، وقد تم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة
موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضرراً من الفيروس، حيث سجلت 81,048 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21,157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من 12,700 حالة.